النهارده وزاره الداخليه عملت اجتماع، اعتقد ان هو ممكن يكون مبشر اذا كان الكلام اللي اتقال فيه هيتنفذ بجد، ما يبقاش حبر على ورق. الداخليه اجتمعت مع التموين، وانتم عارفين ان في ضباط التموين وفي اداره كامله في وزاره الداخليه لمباحث التموين، عملوا نوع من انواع التنسيق لمحاوله ضبط الاسعار ووقف الغلاء الفاحش اللي حاصل في السوق المصري بالنسبه لمجموعه من السلع، خصوصا السلع الاستهلاكيه، وده اللي احنا كنا بنطالب بيه الحكومه من زمان ممثله في الرقابه، والرقابه على التموين هي مباحث التموين. الموضوع سهل، وضعوا الجرس في رقبه القط. قعدوا النهارده وقالوا تعالوا نحاول نضبط السوق، تعالوا نسمع عملوا ايه. بس انا بقول لكم حتى الان قالوا، لما يعملوا هنقول. هنعمل 10 منتجات تكون موجوده في كل السلاسل باسعار ثابته تقريبا، بلس ان هو يبقى في حاجه ثانيه اللي هي موضوع العربيات اللي هي تبقى موجوده في الميادين. كل دي اسعارها طبعا ما حدش يقدر ينافسها، لانها تبقى اسعار تقريبا بهامش ربح بسيط جدا، تكاد تكون بالتكلفه، وغالبا هتنزل بالتكلفه. احنا محتاجين قانون تجاري قوي يحكم قوائم اسعار الشركات، يحكم اسعار بيع، مش بقول تسعيره جبريه، بقول يحكم الناس لما تبقى عارفه انا واقف عليا الحاجه بكذا. مش هقدر اجي اقول لك ده انا خسران وما ادفعش ضرائب. احنا انشانا جهاز كامل للكره والنجوع عشان نوصل لكل مواطن في مصر، في نجع، في كفر، في قريه، بحيث تبقى كل المنتجات منتشره، سواء سمن او زيت او حتى كمان منظفات. مطلوب تفعيل دور التعاونيات بالمحافظات، وزاره التنميه المحليه والمحافظات يرجعوا تاني كما كانوا. الشرق القبضة ال 5000 منفذ بتوعها يشتغلوا على المستوى الجمهوري. على فكرة المشكلة اتحلت، وهتخلق المنافسة الحرة اللي تقدر توصل المنتج للمستهلك بسعر كويس، السعر الحقيقي للسلع. اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، مساء الخير أبو بكر بيه. مساء النور أستاذ تامر. إزاي حضرتك يا فندم؟ الله يخلي حضرتك ويبارك. التجار الحقيقه ومسؤولي الشركات واضح ان انتوا لما قعدتوا معاهم يعني يا اما اتظبطوا يا اما شربوا شرب الياسمين. لا هو يعني عارف حضرتك الوزاره بتبذل جهود كبيره خلال الفتره ديت علشان تعمل عمليه ضبط للاسعار وتعمل عمليه ايقاف لارتفاعها. وطبعا يعني مش الاسلوب الامني ينفع في كل حاجه. ده كان اسلوب جديد حقيقي في العمل. بس هو يعني انا اسف يا بكر بيه، وانت عارف حضرتك يعني انا بقدرك قد ايه. اشكرك. ليه يا فندم الاسلوب الامني ما ينفعش في كل حاجه؟ لا ينفع. ما هو الامن ده يعني انفاذ قوه القانون، يعني اللي هيحتكر، اللي هيغالي، اللي هيتاجر باقوات الناس ياخد فوق دماغه بالقانون. ده يعني ماشي. ما هو يعني اللي على فكره الاسلوب الامني لم يتوقف، ولكن احنا بنقول ده اسلوب جديد في العمل. واخد بال حضرتك ان احنا نتواصل مع الناس مباشره ونقول لهم المشاكل الموجوده في السوق ايه، الاسعار بترتفع ليه، ومبررات الارتفاع ايه، والكلام ده يعني بيأثر سلبا على المواطن محدود الدخل والمواطن الفقير. فكان من هنا الاجتماع اللي عقده مدير اداره عامه شؤون التموين مع كبار التجار والموردين واصحاب الهايبرات علشان تتحط ضوابط للتحكم في الاسعار وتخفيضها وعدم رفعها، ويعني ان يتعمل عروض على منتجات ويتعمل منافذ متحركه لبيع هذه السلع بحيث انها تبقى من المورد الى المستهلك مباشرة عشان نخف حلقات التداول. طيب هو هنا يا سيادة اللواء القصة هي عبارة عن يعني مناشدة من إدارة التموين أو وزارة الداخلية ليهم، لأنه المناشدات الحقيقة ما بتجيبش نتيجة قوي. فكرة لو سمحتوا اعملوا منافذ، لو سمحتوا ما تغلوش، لو سمحتوا كذا، أنت عارف التجار يعني أنا آسف يعني بس سياسته ودينه وكذا القرش. والله يعني أنا هقول لحضرتك حاجة، يعني لما بنتكلم في موضوع واخد بال حضرتك ونقول مطلوب المشاركة المجتمعية ومطلوب ان احنا يعني نقف ونتعاون مع محدود الدخل والناس اللي هم اصحاب الدخول المحدودة، يعني لا بيبقى في تجاوب. ويعني لما نضبط الاسعار فترة من الفترات وما نرفعهاش واخد بال حضرتك مش هنخسر.
يعني. لا طبعا، بس نجرب برضو يا سيادة اللواء يعني نقرص بتنفيذ القانون ونخلي المباحث الداخلية ومباحث التموين تنزل وتفتح المخازن، الناس مخزنة فيها السلع عشان تغالي فيها لما يحصل ندرة في الأسعار ويبقى فيه احتكار ويبقى فيه غلاء، ساعتها لما يشوفوا عين الحمراء بتاعت القانون هتبقى المناجدة جايبة نتيجة أكبر يا سيادة اللواء. نتكلم على الجانب الثاني، الجانب الأمني مستمر. أيوة. حملات مستمرة في قضايا كثيرة تم ضبطها خلال الأيام اللي فاتت. النهاردة يعني تم ضبط 16 قضية اسطوانات بوتاجاز، 21 قضية مواد بترولية، 43 قضية مخالفة مخابز، اتجار غير مشروع في السلع التموينية 14 قضية، 60 قضية غش غذائي وغير غذائي، 33 قضية في مجال اللحوم والطيور والمضبوطات. هو ده بقى المطلوب يا ست لو، احنا محتاجين اضعاف مضاعفة من هذه الحملات، لان المهربين والمتاجرين بالاضعاف اضعاف رقم المضبوطين اللي حضرتك قلتهم. استاذ تامر، الحملات ديت على فكرة عشان حضرتك تبقى عارف، اخيرا بس يا ست لو، على مستوى الجمهورية وتحت إشراف السادة مديرين الأمن شخصيا. لا لا أنا فاهم ومتأكد، أنا بقول لحضرتك عشان أنا عارف أن المخالفين عددهم أكبر، فإحنا عايزين الحملات كمان أكبر والحملات الأمنية أكبر وأكثر، وبيتبعها السيد مجدي عبد الغفار شخصيا عشان تبقى تحياتي يا سيادة اللواء وتقديري للجهود التي تبذلها وزارة الداخلية.